تأتي العطلة الصيفية على الانتهاء، وقد بدأ الطلاب بتحضير حاجاتهم الضرورية لبدء السنة الدراسية الجديدة، والجميع مشتاقون إلى افتتاح المدرسة الجديدة في مدينتنا. يا أطفال، يا أحباب، اشربوا الحليب للصحة والقوة، اسألوا الطبيب. على كل المدارس الأخرى، وسيكون فيها مسبح وغرفة حواسيب حديثة. فأنا أريد الذهاب إلى المدرسة. سنتحدث إلى المدير ونسأله عن كل ما أريد الذهاب إلى المدرسة. سنرتب حفل الافتتاح عند الساعة السابعة. يا سلام، غدا لدي مدرسة. أريد مقعدا جميلا. صباح الخير يا أستاذ الدب. يا سلام، تمام التمام يا عيني. طيب طيب. والآن أنا مستعدة للدرس يا أستاذ. طيب، حلو، جيد، طيب، نعم. وواحد آخر هنا، رائع، ممتاز. وواحدة هنا، واحد 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 ناقص خمسة نقطة نقطة يساوي الناتج دب. الناتج دب صغير. مشكلة يا دوب. ثلاثة صحيح. اثنان Masha.
تحب أمها وأباها. مارشا هادئة دائما. مارشا فتاة مهذبة. درس الدب مارشا. تحب مارشا الحيوانات كثيرا. والآن استراحة. مطرقة. عرفت مطرقة. يا سلام على هذا الحجر المدور. تمام التمام. العب معي فأنت ستكون حارس المرمى. لا لا لا، حسنا سأعكد على طريقتي. أها. ماهرة ماشا. Thank you.
كيف تحيي الجمهور؟ لا أحب هذه السلالم. أها
لكنها أتعب